هذا وأدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نميرة. وامتلأت جنبات المسجد بالحجاج الذين توفدوا إلى صعيد عرفات منذ فجر اليوم وسط منظومة أمنية وخدمية متكاملة. وألقى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد خطبة يوم عرفات، دعا فيها الالتزام بشرع الله وحفظ حدوده للفوز في الدنيا والآخرة. أن في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقق المصالح وزوال المفاسد، وبه يحصل التعاون على البر والتقوى، وبه ينصر الحق ويدحر الباطل ويغاض الأعداء وتحبط مساعي الحاقدين والمتربصين. ومتى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن وتضادت الإرادات، فسفك الدم الحرام واستحل المال المعصوم وانتهكت الحرمات، وصعب على الأمة الرقي في حياتها وعسر الالتزام بالطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.